السلام عليكم. توحي التفاعلات السياسية والنشاط الدبلوماسي في المنطقة العربية وما حولها منذ أشهر بأن المملكة العربية السعودية تعيد تقييم سياستها الخارجية، بل استراتيجيتها فيما يتعلق بأمنها الوطني، وذلك ربما في محاولة استيعابية للارتباك الذي أصاب حلفاء أمريكا إثر انسحابها التدريجي من المنطقة. ربما تشكل هذه المقاربة المدخل الأمثل لفهم سياق إقليمي ودولي تخلقت فيه اتفاقية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران التي أعلن عنها قبل أيام برعاية صينية رأى فيها مراقبون اختراقاً ذا بال أحدثته بكين في جدار نفوذ أمريكي بنته واشنطن في المنطقة على امتداد 6 عقود. وبعيداً عن الفقرات المكتوبة في الاتفاق من قبيل إعادة افتتاح سفارتي البلدين في غضون 2 شهر واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإن روح الاتفاق وحياته كامنتان فيما لم يكتب فيه. فالمستقبل السياسي للحوثيين في اليمن الذي صار شوكة في الخاصرة السعودية منذ بضع سنين، والتقارب مع النظام السوري أو المستقبل السوري والنفوذ الإيراني في المنطقة، ملفات تمثل سيفا فوق عنق الاتفاق بين الدولتين اللدودتين، ناهيك عن إعادة تعريف الدور السعودي الإقليمي الذي تسعى الرياض لأن يكون مؤثرا في ضبط توازنات المنطقة وخريطة جغرافيتها السياسية. دوافع كل من الرياض وطهران لإبرام هذا الاتفاق، والرابحون منه والخاسرون وتداعياته على المنطقة، 3 محاور تمثل عصب الحوار في حلقة اليوم من حديث العرب. أهلا بكم. بعد 7 سنين من المقاطعة والحرب غير المباشرة بين الجانبين، نجحت الصين في وساطتها لإبرام اتفاق يقضي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران. الاتفاق الذي أعلن من العاصمة الصينية بيجين في 10 من شهر آذار الجاري جاء بحسب مراقبين تلبية لاحتياجات لدى كل من السعودية وإيران. فالسعودية مدفوعة إلى الاتفاق بمحاولتها إيجاد حل ينهي الحرب التي تخوضها في اليمن منذ سنوات دون بارقة أمل بشأن حسم قريب، بل إن هذه الحرب وصلت خلال السنوات القليلة الماضية إلى الأراضي السعودية عبر استهداف المنشآت النفطية فيها. ولذلك فإن عودة العلاقات مع إيران ربما تحقق في اليمن ما لم تحققه الحرب طوال السنوات الماضية، لا سيما أن بنود الاتفاق تتضمن التأكيد على احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لطرفي الاتفاق. على الجانب الآخر من الخليج العربي، يعيش النظام الإيراني أزمات متشابكة تجبره على البحث عن أي حلول ممكنة لهذه الأزمات. فالمغامرات العسكرية خارج الحدود الإيرانية عبر استخدام الميليشيات أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني بالنفقات، وتعثر مفاوضات الملف النووي وما نجم عنه من تغليظ للعقوبات الاقتصادية على طهران فاقم الأزمة في ظل عدم الاستقرار الداخلي وتواصل التظاهرات المنوئة لنظام خامنئي، والتهديدات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بضرب مواقع البرنامجين النووي والصاروخي، وكذلك مواقع إنتاج المسيرات التي تدعم إيران بها روسيا في الحرب الأوكرانية. وبحسب محللين فإن الصين تعد الأكثر ربحاً من إبرام هذا الاتفاق، فبيجين تتحين الفرص من أجل مد نفوذها إلى منطقة الخليج في سياق صراع النفوذ مع واشنطن. ومن جهة أخرى فالصين من مصلحتها إنجاز المصالحة بين دولتين تعد هي الشريك التجاري الأكبر لكل منهما، كما تربطها بهما شراكة استراتيجية شاملة، غير أن كل ذلك يبقى مرهونا بمدى التزام إيران بتنفيذ الاتفاق، وهو الأمر الذي تلفه كثير من الشكوك استنادا إلى سلوكيات النظام الإيراني السابقة. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الاستوديو مع حفظ الألقاب طبعا أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وكذلك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، ويشاركنا الحوار عبر الهاتف
من مكة المكرمة الأستاذ عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية، أهلا بكم جميعا. أبدأ من مكة أستاذ عبد الحفيظ، يعني حتى نفهم جيدا طبيعة ما حدث في الصين ونغوص في الاتفاق بين البلدين إيران والسعودية ودلالاته وأبعاده السياسية، لابد ابتداء أن نعود قليلا إلى التاريخ لنتوقف مع الأسباب الجوهرية والحقيقية التي دفعت بالرياض إلى قطع علاقاتها مع إيران، ولا أقصد بالأسباب تلك التي تمثلت في هجوم بعض الشبان الإيرانيين على السفارة السعودية وإحراق بعض الأماكن المتعلقة تعود إلى السفارة السعودية، لا أتحدث عن الأسباب الجوهرية والحقيقية التي جعلت من هذه الهجمات على السفارة شعرة التي قسمت ظهر بعير العلاقات بين الدولتين. لماذا قطعت السعودية علاقاتها بإيران قبل 8 أعوام؟ أرحب بك أستاذ جهاد وأرحب بضيوفك الكرام وبالمشاهدين. ممتاز، أنت تودنا نعود إلى يعني الخلف قليلا، لأننا أعتقد منذ 2011 يعني أراد أوباما أن ينفتح على الملالي وعلى الإخوان المسلمين على كلا الجبهتين، وهذا كان يزعج الحقيقة المملكة العربية السعودية. ويمكن حينما دخل درع الجزيرة وهو الجيش السعودي إلى البحرين انزعجت الولايات المتحدة، وحدث طبعا أن قفل الأمير سعود الفيصل السماعة في وجه هيلاري كلينتون. أتى أوباما طبعا اتجهت فيما بعد المملكة العربية السعودية، أيضا أنقذت مصر. فطبعا حينما أتى أوباما إلى المملكة العربية السعودية في حوض يعني في خارج الرياض استقبل الملك عبد الله رحمه الله، وكان يعني يضع أوباما أن مصر والإخوان خط أحمر. رفض الملك عبد الله وقال المنطقة هي خط أحمر والأمن العربي هو الخط الأحمر. وهذا بدأت التوترات، أنا أعتقد هذه أول توترات بين المملكة العربية السعودية منذ يعني مقابلة الملك عبد العزيز في البحيرات مع الرئيس الأمريكي روزفلت. فمن هنا بدأت الحقيقة أن طبعا يعني تمددت إيران وأصبحت إيران مركز الخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران هو الميليشيات التي أنشأتها في المنطقة. ولولا الميليشيات أنا أعتقد تصبح إيران بلا جميل. أثرت نقطة مهمة وهي نقطة تاريخية، يعني مقدمة مهمة لنفهم طبيعة هذا الاتفاق. برأيك هذا الاتفاق الذي رعته الصين وحدث قبل أيام، ما القدر الذي استطاع أن يقضي عليه من خوف وقلق السعوديين فيما يتعلق بسلوك إيران في المنطقة؟ ما الجديد الذي قدمه حتى لا تكون الأمور عبثية؟ وأنت تعرف أن الدول لا تتصرف بعبثية، يعني نقطع علاقاتنا مع إيران قبل 8 أعوام ثم نستعيدها هكذا يعني خط عشواء. ما الذي قدمه الاتفاق للسعودية في هذا السياق؟ هو نضجة الظروف الجيوسياسية. أولا أمريكا بعيد عن المنطقة تساهم في إشعال المنطقة، والمملكة العربية السعودية هي تطفئ هذه الحرائق. الصين لها مصالح في المنطقة والطريق الحزام والطريق. الحقيقة المملكة العربية السعودية بعدين هناك مجيء بايدن أطلق العنان للسعودية لاستدعاء الصين إلى المنطقة. كانت الصين فقط قوة اقتصادية وترفض التدخل السياسي. منذ 2016 يعني حاولت تقنع المملكة العربية السعودية الصين بالاستدعاء إلى المنطقة. إطلاق المسيرات في 2019 على منشآت أرامكو، انسحاب أمريكا من أفغانستان المفاجئ، سحب الباتريوت، رفع الحوثي من هذا واضح أستاذ عبد الحفيظ، لكن هذا الاتفاق هل أجاب عن 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 تساؤلات السعوديين وهل قدم لهم نوعا من الأمن والضمان؟ أكيد، لأنه أصبحت إيران هي محاصرة ساهمت في الحرب في روسيا، أصبحت محاصرة من الغرب. يعني بكلمات أخرى، هل حوى هذا الاتفاق أو ملابسات هذا الاتفاق، هل حوت آليات تضمن للسعودية الحفاظ على أمنها الوطني من أذرع إيران العسكرية في المنطقة مثلا؟ هو كان هناك 5 جلسات وكان سرية حقيقة، 5 جلسات في 5 أيام توصل الجانبين بضغط صيني
على أن تتوقف إيران عن دعم الميليشيات في المنطقة، وكانت الأولوية اللي هو يهم المملكة العربية السعودية المختبر الأول هو اليمن في تنفيذ هذا الاتفاق. نعم. بدأت طيب. هناك بوادر حقيقة خلال الأيام الماضية، بوادر حقيقية في منع تهريب الأسلحة إلى الحوثي. نعم. في تغير في الخطابات، في نقطة بس سج هذا بوضحها. تفضل بس باختصار شديد من فضلك. المملكة العربية السعودية لتضمن هذا الاتفاق اتجهت استدارة إلى الولايات المتحدة وحققت اتفاقية في شراء 77 طائرة بوينغ ب 37 مليار دولار، حققت 147 وظيفة، جعل الولايات المتحدة ترتاح. الحقيقة الخاسر الوحيد هي إسرائيل، ويمكن من يدفع الثمن غالي حقيقة هي إسرائيل أكثر من أمريكا. طيب. لأن الأمارات الآن دمرت منظومات دفاع جوي كانت مع إسرائيل، توقفت زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هناك رعب حقيقة إسرائيلي، هناك زيارة لعلي ربما هناك من يخالفك أستاذ عبد الحفيظ في قضية توصيف أن هناك رعب إسرائيلي، وسنأتي على هذا الملف بعد قليل، لكن أنتقل منك إلى الأستاذ أمجد بالمعنى، ليس بالمعنى السياسي النظري المجرد بمعنى الاتفاق بحد ذاته، وإنما بالمعنى السياسي العملي على الأرض، أي قيمة لهذا الاتفاق بين السعودية وإيران؟ أنا في تقدير أن هذا الاتفاق يعكس حالة تهدئة إقليمية، والسعودية تسعى إلى هذه الحالة منذ فترة، وأيضا طبعا إيران بحاجة جدا إلى موضوع التهدئة، خصوصا منذ يعني تصاعد الضغوط الغربية على إيران، سواء عبر ملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزيارة جروسي الأخيرة إلى طهران اللي كانت في بداية شهر مارس الجاري، أو عبر رفع موضوع ملف المسيرات الإيرانية التي تزود بها روسيا. هذه التهدئة قال عنها جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، قال سنرى إذا ما كانت إيران تستطيع أن تلتزم بهذا الاتفاق، فنحن نعرف عن إيران أنها لا تلتزم الاتفاقات. وهذا يدفعني إلى سؤالك، يعني التهدئة نقطة مهمة وهي حاجة حيوية بالنسبة للسعودية، ما الضمانات، ما الآليات؟ هو دخول العامل الصيني في الشرق الأوسط أنا في اعتقادي أنه يعني يشكل إلى حد ما قيدا على السلوك الإيراني. يعني إيران بنت التوجه شرقا أو إيشن بيفوت، يعني هي بدأت تتحرك في اتجاه روسيا والصين، خصوصا بعد الأزمة الأوكرانية ومنذ صعود الرئيس إبراهيم رئيسي في أغسطس عام 2021، يعني قبل عامين تقريبا، وهي عززت هذا التوجه شرقا. احنا شفنا توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الصين وإيران في مارس 2021 التي تنص على استثمارات صينية بحوالي 400 مليار دولار في الاقتصاد الإيراني أو في المؤسسات الإيرانية النفطية بالذات. ورأينا أيضا أنه يعني إيران ليست مترددة في دعم روسيا في حربها في أوكرانيا، خصوصا عبر موضوع المسيرات، وكلتا الدولتين تتعرض لعقوبات غربية طبعا متصاعدة، والملف يعني يتم تصعيده ملف الإيراني ملف العقوبات على روسيا بشكل دائم. فلذلك من هذه الزاوية السعودية تستفيد من دخول اللاعب الصيني في المنطقة بأنه يشكل قيدا نسبيا على إيران. مرة أخرى أعيد التأكيد على أن نتحدث عن تهدئة، وأنني أقرب إلى فهم الموضوع أنه لا زال يتحرك في نطاق تهدئة أمنية وربما تتطور إلى مستوى دبلوماسي، مع العلم أن الصين تملك نفوذا هائلا على إيران وضغطا كبيرا على إيران، لكن هذا يشكل تحديا إلى مدى قدرة الصين على ضبط سلوك إيران في المنطقة. دعني أضيف نقطة مهمة، إحنا لو لاحظنا الشخصيتين اللتين وقعتا الاتفاق، يعني سواء كان المستشار مساعد العبيان أو علي شمخاني، نحن نتحدث عن قيادات أمنية في النهاية، يعني هؤلاء قيادات أمنية في البلدين، وحتى السعودي يعني مساعد محمد العيبان أيضا مستشار أمن قومي. يعني نحن نتحدث مرة أخرى، لازلنا نتحدث عن نطاق أمني، وهذا بداية مسار ربما يتطور أو لا يتطور. والموضوع بالمناسبة يجعلنا نستدعي إذا كان هل هناك يمكن أو هناك احتمال لضربة عسكرية إسرائيلية ضد إيران، مع أنه بالمناسبة إذا حدثت هذه الضربة ستعقد الأمور أكثر، والقضية ليست في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، هي القضية في بيسموها the next day أو the day after. طب ماذا بعد الضربة؟ يعني أولا إيران دولة كبيرة جدا، يعني 1,700,000 كيلومتر مربع، والمنشآت النووية موزعة على عدة مدن وربما تحت الأرض إلى آخره، وحتى لو ضربت هذه البنية ستبقى القدرة العلمية الإيرانية، رغم أنه بالمناسبة ضربة إسرائيلية لإيران ستهز المنطقة هزا بمعنى الكلمة. لكن دعني أستدرك بمنتهى يعني الاختصار، السعودية تتحرك في اعتقادي أنا في اتجاه استراتيجي سليم، هذا هو الذي يجب أن يسود في الإقليم،
طبعا لابد من ضمانات، ولابد من انه السعوديه تبني موقفا خليجيا وعربيا اقوى، وتحاول ان تقوي علاقاتها بتركيا وبباكستان بحيث يكون لديها شبكه من العلاقات الاقليميه المتوازنه التي تستطيع بها ان تفرمل النفوذ الايراني. طيب استاذ ياسين، انت تعرف ان المنطقه تسير في اتجاه انفراجة سياسية منذ مدة، وهذه القاطرة قادتها تركيا. العنوان العام لهذه التحركات السياسية هو تصفير الأزمات، تصفير المشاكل بين دول المنطقة. هل يمكن وضع الاتفاق السعودي الإيراني في هذا السياق، أم أن لهذا الاتفاق له مقدمته وسياقاته المنفصلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفيك وللمشاهدين. طبعا مسألة الاتفاق السعودي الإيراني أعتقد أنه يرتبط بشكل أساسي بحاجة كل من المملكة العربية السعودية وإيران إلى التقاط الأنفاس. ذهب البلدان إلى هذا الاتفاق وفي كل ولدى كل منهما مشاكل جوهرية. إيران تشهد تطورات محلية سيئة، هناك انتفاضة جماهيرية أعتقد أنها أدخلت إيران في مأزق كبير جدا، هناك عقوبات شديدة على إيران، وهذه العقوبات يعني أحدثت أثرا وضررا كبيرا في إيران على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. وأيضا هناك حاجة في الحقيقة أن إيران تحدث اختراق في طبيعة التوازنات على مستوى المنطقة. دائما كانت المعادلة هو أن السعودية ومن خلفها الغرب وإيران، ولا يسندها أحد إلا التنظيمات المرتبطة بها على مستوى المنطقة، وهي استثمارات إيرانية صحيح أنها مكلفة لكن أتت أكلها ومنحت إيران فرصة للتأثير في الجيوسياسية في جغرافية المنطقة. فالسعودية في الحقيقة يعني تحتاج إلى التهدية، وأتفق مع الأستاذ أمجد، لكن هذه التهدية لن تحصل عليها من إيران. أنا لست مطمئنا فيما يتعلق بالثمن الذي يمكن أن تحصل عليه المملكة العربية السعودية حتى على مستوى الساحة اليمنية التي تعتبر منطقة اشتباك حيوية بين السعودية وإيران، حيوية بالنسبة للسعودية وحيوية بالنسبة لإيران. إيران تريد أن تحدث أثر كبير على المملكة العربية السعودية من خلال اليمن، وليس لديها أي استعداد للتفريط بهذه الورقة بأي حال من الأحوال. المملكة العربية السعودية كان دافعها الأساس هو الخذلان، حالة الخذلان التي تعرضت له من الولايات المتحدة الأمريكية. تعرف أن إيران عندما وجهت ضربة عسكرية مؤثرة على المنشآت السعودية في شرق المملكة في سبتمبر 2019، هذه الضربة لم تلقى أي ردة فعل غربية أو أمريكية، مع أن ترامب كان يدعم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما كبيرا، ومع ذلك شعر السعوديون بخيبة الأمل وبدأوا في تغيير الاستراتيجيات، وكانوا يترقبون إذا ما فاز الديمقراطيون في الانتخابات بأنهم سيحصلون على ضربات موجعة من الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تهديدات أطلقها بايدن نفسه الذي قال أنه سيعمل على إدخال السعودية في حالة عزلة. أول ما وصل بايدن إلى السلطة ذهب إلى وزارة الخارجية الأمريكية وعقد مؤتمرا صحفيا وعين مبعوثا أمريكيا إلى اليمن، وكان لهذا دلالته على أولوية القضية اليمنية بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولهذا الضغوط التي مورست على السعودية دفعتها إلى الاستجابة لهذه الضغوط. أنا لا أعتقد أن دخول الصين على خط المصالحة بين إيران والسعودية لا تتفق تماما مع توجهات الإدارة الحالية. الإدارة الحالية منذ أوباما وحتى أقصد الإدارة الديمقراطية وهي تدفع باتجاه مصالحة سعودية إيرانية. أعتقد أن أمريكا لا مشكلة لديها من مصالحة إيرانية سعودية، وهي لا تريد أن تتحمل أعباء استراتيجية من مواجهة محتملة، هي تريد أن تضيق حدود المواجهة مع إيران في هذه المرحلة. اليوم إسرائيل والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية يحضران ربما لضربة عسكرية. هذا الاتفاق ربما يحيد جزء كبير من المنطقة. ماذا لو أن إيران شعرت بأن هناك تحالف إقليمي يقف خلف ضربة أمريكية محتملة؟ عوائد هذه المعركة ستكون كارثية على مستوى المنطقة، لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحملها. لهذا هذا يحقق نوع من الفائدة للولايات المتحدة قبل المملكة العربية السعودية. اليوم نعم، ولي العهد لا شك أنه ينتقم سياسيا من الإدارة الديمقراطية الحالية عندما حقق هذه الصفقة بواسطة الصين، وقبل ذلك كان قد استدعى الصين إلى 3 قمم في الرياض. يحاول ولي العهد السعودي أن يظهر بأن لديه أوراق كثيرة يمكن أن يلعب بها، وهو يتكي على اقتصاد كبير جدا على مستوى المنطقة، وهذا الاقتصاد مغري لأكثر من دولة ويستطيع من خلاله أن يعقد صفقات كثيرة. لهذا لا نتائج محتملة بالنسبة للمصالح الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية خصوصا من ناحية اليمن، غير أنها نعم لا تقتصر في حدود التهدئة التي أشار إليها. طيب يعني لو تحدثنا هذا بشيء من التفصيل بعد قليل. مستمرون في الحديث عن موضوع الحلقة ولكن بعد وقفة قصيرة.
حياكم الله. ما زلنا معا في الحديث عن اتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وحسابات الربح والخسارة. سريعا أذهب إلى الأستاذ عبد الحفيظ. في سبر لعملية المكاسب والخسائر من وراء هذا الاتفاق بين الدولتين، ثمة رأي يقول وأرجو إما إذا وافقت فلماذا، وإما إذا خالفت فأن تبين لنا. هناك من يقول بأن هذا الاتفاق لا خاسر فيه بين إيران والسعودية، فقد فازت السعودية بالحفاظ على أمنها الوطني وحدودها، بينما فازت إيران بباقي المنطقة، بما معنى أن هذا اعتراف رسمي بأن إيران هي المهيمنة الآن في المنطقة، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في العراق. في هذا الربح والخسارة ما مدى صحة هذا التحليل وهذه الرؤية؟ يعني أنا أعتقد هناك الموضوع نسبي. عموما هذا الاتفاق هو استراتيجي ولكنه مرحب، لأن البعض يعتبره تكتيكي. هذا الاتفاق فوت نقطة هنا مهمة، فوت ضربة إسرائيلية كانت تود إشعال المنطقة بمشاركة المملكة العربية السعودية. قد تكون في ضربات هناك جراحية تقوم بها إسرائيل، لكن لن تشترك المملكة العربية السعودية فيها. المملكة العربية السعودية ليست معركتها معركة عسكرية، بل معركة اقتصادية، كما أقفلت ملف تركيا الآن تقفل ملف إيران. كان الملف أساسا في الماضي الاتفاق مع الإصلاحيين 2001 و1998، الآن مع نفس الملالي. أنا أعتقد يعني ملاحظة شديدة. هو أستاذ عبد الحفيظ، يعني ما قصدته من سؤالي بأن هذا الاتفاق تعبير جلي على اعتراف سعودي وإقرار بأن المنطقة من حصة إيران، لكن السعودية عليها أن تطلب من إيران أن تضمن لها حدودها الوطنية فقط. هذا هو المعنى من سؤالي. لا أعتقد ذلك أستاذ جاد، هو تعاون. يعني الحقيقة وصل يعني قيمة الريال 600 ألف مقابل الدولار. يعني أنت لو حسبت الناتج الاقتصادي، الناتج الإجمالي 50 مليار دولار بعدما كان 500 مليار دولار. يعني إن إيران منهارة من الداخل. ولذلك أنا أعتقد إن يعني كما ذكرت لك إن هذا الاتفاق هو استراتيجي ولكنه مرحلي. الآن تم توقيف يعني التسليح الحوثي، تم الإيقاف تماما. يعني كسبت المملكة العربية السعودية منطقة جو استراتيجية وهي الممرات المائية. يعني من الذي قال أنه تم وقف الإمدادات الإيرانية أسلحة شحنات الأسلحة إلى الحوثيين؟ كيف يعني عرف هذا إيران؟ باعتراف إيران وصحيفة وول ستريت جورنال. يعني هذا باعتراف إيران الآن أوقفت تسليح الحوثي تماما. وهناك هدنة جهاد صامدة من أبريل حتى أكتوبر، وحتى اليوم الهدنة صامدة. يعني كانت هناك ملفات تبريد، يعني كان حينما كانت تقود المملكة العربية السعودية في بغداد وفي سلطنة عمان، وكانت يعني تسعى إيران بكل ثقلها في إعادة السفارات، لكن كانت المملكة العربية السعودية تعتبرها جولات استكشافية وتود ضامن. الآن وجدت الضامن وهي الصين، والصين قادرة. طيب. ويرجح المملكة العربية السعودية ترى أن دور الصين مرجح ويساعد على صمود بنود الاتفاق. طيب العفو، معذرة. فيما يتعلق في موضوع إيران وهو الجزء الأهم ربما في هذا الاتفاق، سنفرد له حديثا خاصا في الجزء الأخير من هذه الحلقة بعد الفصل. أستاذ أمجد، إقليميا ودوليا من الذي يحق له أو يحق له أن تنفرج أساريره فرحا بمكاسبه من هذا الاتفاق، ومن الذي عليه أن يقطب حاجبيه يعني حزنا على خسارة جناها من هذا الاتفاق؟ أنا في رأيي كل تحليل لهذا الاتفاق لابد أن يستند إلى عدة عوامل. أول واحد فيها تداعيات الأزمة الأوكرانية. الصين نجحت بذكاء شديد ودبلوماسية حذرة ودبلوماسية تدخل المنطقة بالتدريج في أن تبني لنفسها مكانة دبلوماسية ممتازة، وأن تطور تعاونها الاقتصادي مع السعودية كما قال الأستاذ ياسين قبل قليل في القمم الثلاثة التي عقدت في الرياض في 9 ديسمبر الماضي. وايضا استطاعت ان تقدم نفسها باعتبارها صاحبه مبادره، لانها طرحت مبادره لحل الازمه الاوكرانيه ايضا في شهر فبراير الماضي بعد زياره قام بها وزير الخارجيه الصيني الى موسكو والتقى بالرئيس فلاديمير بوتين. يعني بعباره اخرى الصين اجادت وتجيد التحرك في الازمه الاوكرانيه، بحيث يبدو كانه الرابح الاساسي من الازمه الاوكرانيه هو الصين دوليا.
وأيضا الرابح الإقليمي الأساس من هذا الموضوع يبدو يعني في التحليل الأول كأنه تركيا في التحليل الأول، لكن أنا أزعم أنه بالنسبة للإقليم هناك الآن يحدث حالة مراجعة إقليمية هائلة، يعني سلوك السعودية يعتبر فعلا هو سلوك تهدئة، ومنذ قمة العلا في السعودية في 5 يناير عام 2021 التي دشنت المصالحة مع قطر ويعني إلى حد ما أعادت قليلا من الروح إلى مجلس التعاون الخليجي، منذ ذلك الحين هناك سلوك للتهدئة السعودية وراءه دوافع اقتصادية ودوافع حرب الاستنزاف كما ذكر الأستاذ ياسين قبل قليل. فعلا السعودية أنهكت، على فكرة إيران أيضا أنهكت من العقوبات الاقتصادية الغربية الكبيرة. لكن دعنا نركز على نقطة أساسية، يعني الآن في هذه اللحظة نحن نشهد ربما بداية، لكن ما حدثني عن 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 الرابح والخاسر يعني إقليميا ودوليا لو باختصار. يعني أبرز رابح في هذا الموضوع في رأيي الإقليم كإقليم، يعني إقليم الشرق الأوسط لأول مرة في رأيي أو ربما المرة الثانية بعد قرار الحظر بعد قرار أوبك بتخفيض الإنتاج في 5 أكتوبر الماضي، لأول مرة يبدو أن هناك استقلالية نسبية للشرق الأوسط، بحيث أنه هناك قدرة على مقاومة الضغوط الأمريكية كما رأينا في قمة الرياض اللي كانت يوم 16 يوليو عندما زار رئيس بايدن المنطقة واجتمع مع القيادات السعودية والخليجية أيضا وبعض القيادات العربية. رفض آنذاك رفض يعني طلب بزيادة الإنتاج النفطي، رفض طلب بأنه يكون للدول العربية موقف أوضح في الأزمة الأوكرانية. بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها في صف الخاسرين أيضا مرة أخرى نسبيا، لأنه القوة الدولية لديها إمكانية أن تعوض، يعني وهي تخسر في ملف لكنها تعوض في ملف آخر. على الصعيد الإقليمي إقليم الشرق الأوسط يبدو رابحا، أعتقد السعودية قد تحقق مكسب معين من هذا الاتفاق، خصوصا أنه واحدة من هذه الأشياء أنه مكانة السعودية الإقليمية تتعزز، ولأول مرة أيضا يبدو أن المصلحة الوطنية السعودية تبدو أكثر تبلورا من ذي قبل. أنا كتبت سابقا عن دبلوماسية نيوم السعودية، السعودية بهذا التوجه الاقتصادي الجديد اللي جزء منه مصالحة إقليمية وجزء منه انفتاح أكبر على الصين وعلى روسيا، لا تنسى أنه معدلات التبادل الاقتصادي بين السعودية والصين هي كبيرة جدا، في بعض السنوات تصل إلى 73 مليار دولار 87 مليار دولار 87 مليار دولار كان في 2013 كانت 73. نعم. على أي حال البعد الاقتصادي أصبح مهما جدا ومحركا للسياسة السعودية، وأيضا بالمناسبة هو محرك لكل الدول، يعني ليس للسعودية فقط. لكن بعد جائحة كورونا وبعد الأزمة الأوكرانية في اعتقادي أنه البعد الاقتصادي أصبح يتغلب نسبيا على السعودية، وهي بحاجة إلى تنويع حلفائها الدوليين، ولذلك هي تبدو من للوهلة الأولى قد تكون رابحة جزئيا من هذا. يعني أفهم من كلامك ضمنا، وهنا أسأل الأستاذ ياسين، أفهم من كلامي ضمنا أن ربما بشكل أو بآخر أن أمريكا الخاسر شبه الوحيد في هذه الاتفاقية، وتحدثت أنت قبل قليل بأن أمريكا لا تمانع ولا تعارض اتفاقا سعوديا إيرانيا لأنها لها خططها الخاصة. ثمة من يقول بأن هذا الاتفاق هو أحدث الأدلة على تراجع نفوذ أمريكا في المنطقة، كيف تعلق على هذا الكلام؟ من السابق لأوانه القول بأن أمريكا تراجع نفوذها في المنطقة. أمريكا لا تزال تمارس نفوذا استراتيجيا في المنطقة، لكن معذرة عندما يقول مثلا يعني، وهذا رأي موجود الذي قاله أمجد قبل قليل، بأن السعودية أخذت هذا القرار فرديا بمعزل عن أي تنسيق مع السعودية. عندما تأخذ هذا القرار وتمنح هامشا استراتيجيا واضحا للصين العدو اللدود لأمريكا اقتصاديا في منطقة تقليديا هي مهيمن عليها أمريكا، ألا يعني هذا بشكل أو بآخر تراجع عن النفوذ الأمريكي؟ في الظاهر يبدو هكذا، في الظاهر يبدو هكذا، لكن أنا في تقديري أن استراتيجية الإدارة الديمقراطية يعني كان من أولوياتها هو جمع السعودية وإيران في اتفاق، لأنه أيام باراك أوباما هذا الكلام، لا لا، وحتى بايدن أول شيء اتخذه هو إحياء الملف النووي، ولكن جرى تعثر حقيقي في هذه المفاوضات عندما حتى وصلت حكومة متحالفة تقريبا مع الديمقراطيين في إسرائيل، بدأت استراتيجية الرئيس الأمريكي تتغير نوعا ما، ففشلت المحادثات حول الملف النووي، وبدأ الموقف الأمريكي يتصاعد، بدأ يتماهى مع طموحات إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية، أو على الأقل الحد من رغبة إيران في الوصول إلى إنتاج القنبلة النووية. المسألة أقول أنه من السابق لأوانه يقول بأن أمريكا قد انسحبت أو تراجعت لصالح الصين، لكن ما من شك طبيعة الحال أن الصين استفادت من هذا الظرف التاريخي وهذا السياق الذي يعني تشكل في فترة وصول بايدن ووصول محمد بن سلمان والعلاقات المضطربة على مستوى المنطقة، استفادت الصين، فربما
الصين دشنت أول مهمة دبلوماسية ذات طبيعة دولية لها في هذه المنطقة ونجحت فيها. لكن باحثين أمريكيين في مراكز أبحاث مهمة أمريكية يتحدثون عن خطأ استراتيجي ارتكبه الأمريكيون أنهم تركوا فراغا في منطقة الشرق الأوسط، تأتي الصين لتملأه الآن. ليس هناك فراغ، ليس هناك. تتذكرون أنه ذات يوم انسحب الأسطول الأمريكي الخامس من البحرين، ولولا تدخل القوات السعودية لكانت إيران قد احتلت البحرين. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بلغت مستوى متقدم في استيعاب إيران وتمكينها من المنطقة، لا تستغربوا. أعتقد أن هناك تكتيك في المسألة، وهذا الاتفاق ليس كما يقول ضيفك من مكة استراتيجي، ليس استراتيجي البتة، هو تكتيكي بكل ما تعني الكلمة من معنى. من هو الرابح فيه؟ يمكن القول أن الصين من الناحية الظاهرية رابحة، لأنها على الأقل ضمنت أمانا في سلسلة الإمداد وخصوصا النفطي، لأنها علاقتها وشراكتها مع بلدين نفطيين رئيسيين في المنطقة هما السعودية وإيران. الرابحة الثانية هي المملكة العربية السعودية التي باتت تمتلك مساحة للمناورة في مواجهة الغرب، في مواجهة الشرق إلى آخره، لكنها لم تذهب بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال شريكا أساسيا ولا تزال ترتهن للقرار الأمريكي بشكل أو بآخر. وماذا عن إيران؟ إيران رابحة لأنها كسرت العزلة، هذه العلاقة مع المملكة العربية السعودية لا شك أنها حررتها نوعا ما، ومن العزلة الدولية المفروض عليها، من الحصار المفروض هل عليها. هل يمكن القول أستاذ ياسين أن الربح الإيراني يكمن في إقرار سعودي ضمني في هذا الاتفاق بأن إيران صاحبة الكلمة في 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 ملفات المنطقة الكبرى، سواء كان في اليمن أم في العراق أم في سوريا أم في لبنان؟ لم تقل السعودية ذلك، لكن السعودية تريد من إيران موقفا ما على مستوى اليمن. عدا ذلك أنا في تقديري بقية القضايا الملفات إيران، يعني لبنان مثلا، سوريا إلى آخره، العراق خارج التفاهمات. أريد أن أقول أيضا بأنه الخاسر الحقيقي العراق، هذا البلد العربي الكبير الذي احتضن المشاورات المحادثات في مستوياتها الدنيا الأولى، جمال الكاظمي، يعني العراق يخرج كأنه لا شيء، كأنه كان يؤدي دور لصالح إيران. هذا البلد العربي الكبير يبدو هامشيا، يبدو ملطشة لا قيمة له. يعني هذه المحادثات التي ترعاها بغداد والعالم كله والأخبار، يعني أي دور كان يمكن أن يكون العراق في هذه الاتفاقية؟ كان وسيطا فقط. لا، كان وسيط، وكان طيب. يفترض أنه الإعلان عن تفاهمات إيرانية سعودية تتم من بغداد، ولكن إيران تجاوزت العراق وعقدت صفقتها مع الصين. هذا يعني أن هذا البلد لا قيمة له، ليس يعني لا قيمة له بقدر ما هو، يعني هناك لا يوجد لقيادة سياسية تستطيع أن تستثمر الجغرافيا السياسية. وأنا أقصد هذا البلد، العراق كبير. نعم. نعم. العراق كبير ومهم وبلد غني ومؤثر استراتيجيا، ومع ذلك هم مش بسبب هذه العصبة الطائفية التي تتحكم به. من الخاسرين ربما من الناحية الظاهرية أقول الكيان الصهيوني، لكن أنا لا أستبعد أنه في المسألة مناورة. يعني التصريحات السعودية، المسؤولين السعوديين أمريكيين لوول ستريت جورنر الأخيرة، والتي تقول أن هناك ضمانات وأن هناك تعهدات من إيران بعدم تزويد الحوثيين بالسلاح، أنا أعتقد أنه الأمر هنا يندرج في سياق المناورة التي تمارسها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بأساس هذا الاتفاق. هناك من يتصرف مع هذا الاتفاق، وهناك صحيفة عقاد السعودية التي قالت بأن هناك بنود سرية يتصرفون مع هذا الاتفاق كما لو كان بوكيمون، كما لو كان إنمي. طيب يعني فيما يتعلق بإيران سنتحدث عنه بشيء من التفصيل بعد قليل، لكن أنت ذكرت نقطة وأرجو الاختصار، سأذهب إلى فاصل. إسرائيل أنها من الخاسرين، وضعتها في مصاف الخاسرين، وجه الخسارة الإسرائيلية؟ يعني كانت تحشد المجتمع الدولي وتحشد المجتمع الإقليمي وتهيئ نفسها لمواجهة عسكرية يعني مع إيران، وفي ظهرها وفي ظهرها الولايات المتحدة الأمريكية والمنطقة برمتها. لكن قد يكون حتى هذا تكتيك كما قلت، لأنه تحييد المنطقة من مواجهة عسكرية إسرائيلية أمريكية، أعتقد الهدف منه هو إبقاء الطاقة العسكرية الإقليمية كلها مع هذه العملية العسكرية، لكن من الخلف وليس بشكل مباشر. نعم، نتحدث بعد قليل عن تداعيات أو انعكاسات هذا الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة. هناك ملفات شائكة تنتظر حلا، مدى تأثير هذا الاتفاق عليها هو ما نبحثه بعد وقفة أخيرة، فلا تذهبوا بعيدا. هنا بوتقة الحضارة. ما هي بغداد هذه؟
كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة، الآن أصبحت 7000 سنة. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة الذي نبحث فيه تداعيات هذا الاتفاق الذي يقول باحثون غربيون إن السعودية اشترطت تهدئة التوتر في اليمن مقابل التقارب الدبلوماسي مع إيران. أستاذ عبد الحفيظ، نحن تابعنا سياسة السعودية في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هناك حقيقة كانت تحركات طموحة باتجاه استمالة شيعة العراق العرب وإعادتهم إلى بيئتهم العربية بعيدا عن الهيمنة الإيرانية، وكان على رأس هؤلاء محاولة التواصل مع مقتدى الصدر، لكن فيما يبدو أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح الذي سعت إلى تحقيقه السعودية، وبالمحصلة كان هذا الاتفاق. بعد هذا الاتفاق ما الذي ستفعله الرياض فيما يتعلق بثلاث ملفات مهمة في لبنان وفي سوريا وفي العراق؟ حقيقة دعني فقط موضوع اتهان المملكة العربية السعودية بالقرار الأمريكي. حينما أتى بايدن إلى المملكة العربية السعودية كانت لديه 4 مطالب. أستاذ عبد الحفيظ، لم يتحدث أحد في هذه الحلقة عن ارتهان السعودية للقرار الأمريكي، هناك قول بأن السعودية بدأت تتحرر من هيمنة أمريكا. الأخ ياسين، لأنه حينما أتى بايدن كانت لديه 4 مطالب: تخفيض العلاقة مع الصين، رفع الإنتاج، الوقوف ضد روسيا. هذه كلها لم تنفذها المملكة العربية السعودية في ارتهان الجانب. النقطة مهمة جدا، الولايات المتحدة الحقيقة هي يعني قيمة الهيمنة، فهي تبحث عن شركاء، فالصين كشريك في المنطقة يتقاسمون المنطقة. النقطة التي أنت ذكرتها أستاذ جهاد، الحقيقة المملكة العربية السعودية أولويتها الأولى والمختبر الأول هو في تنفيذ الاتفاق هو اليمن، هذه النقطة. نعم. ثم يأتي بعد ذلك سوريا حقيقة. الملف الثاني بعد اليمن هو سوريا. أنا أعتقد الملف اليمني متأخر، لأنه تصريح وزير الخارجية على ننتظر من داخل يعني الاتفاق الداخلي بين اللبنانيين، هذه كان شرط، هذا شرط أساسي قبل أي تقارب سعودي حقيقة لبنان. لكن العراق الحقيقة منذ فترة، أنت تلاحظ أستاذ جهاد، مصر والأردن وما يسمى حلف الشرق، التحالف ما بين المملكة العربية السعودية والعراق في استيراد الكهرباء، في الاستثمارات الزراعية، الحقيقة قطع العراق والمملكة العربية السعودية أشواطا بعيدة المدى الحقيقة، والمملكة العربية السعودية تتعامل مع الواقع، لا ليس لديها هناك شروط في داخل العراق. العراق دولة ذات سيادة، وهي لا تتعامل مع فصيل ولا تتعامل مع حزب، وكما ذكرت أنت الصدر، الآن هي تتعامل مع الدولة العراقية، تتعامل مع جميع المكونات وتحترم اختيارات الشعب العراقي. طب لماذا حظي مقتدى الصدر بزيارات إلى الرياض، وكان السفير السعودي في بغداد ينسق مع مقتدى الصدر؟ ما المعنى السياسي لهذا؟ جولات استكشافية أستاذ جهاد، جولات استكشافية كما لبقية الأعضاء. أيضا المالكي تم عمل مقابلة معه في العربية، يعني تتعامل المملكة العربية السعودية مع جميع الأطياف، بجميع أطياف كردية شيعية سنية، لن تتعامل مع فصيل، وهذا ما تود أن تعمل في داخل لبنان. ولذلك ملف العراق الحقيقة اكتسب أهمية كبيرة لدى المملكة العربية السعودية، وقطع شوطا كبيرا حقيقة. نعم. قطع شوطا كبيرا. نعم. وأنا أعتقد يعني الملف الثاني سيكون بعد اليمن الحقيقة سوريا
ونحن نلاحظ أنه وزير الخارجية السعودي اجتمع مع المبعوث الأممي في الرياض، وهذا يعطي أهمية. الآن أيضا بشار الأسد زار موسكو، هذا هناك تنسيق إقليمي، تنسيق سعودي صيني. نعم. الآن أيضا علي شام خاني هو في الإمارات، لأنه حينما صدر البيان الخليجي الصيني كان هناك اهتمام بالجزر الثلاث على إيران أن تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي. رأسا الصين إيران سحبت، استدعت السفير الصيني وتستوضح منه. الآن في الاتفاق من ضمن بنود المملكة العربية السعودية لا تبحث فقط عن مصالحها بل تبحث عن مصالح شركائها الإمارات. فالآن أتى علي شمخاني للتفاوض حول الجزر الإماراتية الثلاث، هذا يهم طيب. دولة الإمارات. طيب يعني هذا ربما يحتاج إلى يعني مزيد من الوقت لإدراك نتائج هذا الاتفاق، لكن نحن نحاول في هذه الحلقة أن نتلمس النتائج الأولية لما يمكن أن يحدث من هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي على الصعيد الإقليمي. أي نتائج سياسية متوقعة، خصوصا وأن هذا الاتفاق يعني بناء على ما تفضلت به والضيوف الكرام بأنه يعني يدفع نحو شيء من التهدئة في المنطقة، بمعنى تغير آليات الصراع أو التنافس. النتائج السياسية إقليميا لهذا الاتفاق، أنا أعتقد أنه يعيد ترتيب أوزان القوى الإقليمية، يعني وزن الفاعل الإسرائيلي ربما يتراجع الخلف قليلا، في اعتقادي أنه وزن الفاعل الإيراني والسعودي ربما يتقدم أيضا قليلا. حالة تركيا هي حالة بين، بالمناسبة يعني علينا أن نقيم أيضا ما يحدث في تركيا خصوصا بعد موضوع الزلزال والانتخابات المقبلة. أنا توقع الشخصي أن هناك هزة تحدث في الأدوار الإقليمية لإيران وتركيا وإسرائيل، الثلاث دول تعاني من مشاكل داخلية ويبدو أنه سيبدأ تنعكس على سياستها الخارجية. ودعني أقول يعني شيئا مهما فيما يخص يعني إعادة توازنات القوى مرة أخرى. في اعتقاد الشخصي أن هذا الاتفاق ربما يكون العراق أحد المستفيدين منه، رغم أنا موافق الأستاذ ياسين تماما على أن العراق يعني مهمش والعراق للأسف استهلك واستضعف ونحن نعيش الذكرى 20 لاحتلال العراق بعد عدة أيام يوم 20 مارس، وبالتالي لكن العراق يبقى دولة مهمة جدا في الاستراتيجية الأمريكية وفي الاستراتيجية الصينية وفي الاستراتيجية الروسية وفي أي استراتيجية دولية تجاه هذه المنطقة لحلبه اقتصاديا بسبب نفطه أساسا وبسبب موقعه الاستراتيجي وأنه مطل على عدة دول مهمة، تركيا إيران هو قريب من سوريا. هنا المشكلة غياب القيادة السياسية القادرة على استثمار أوراق القوة في العراق. طب ماذا بعد ذلك؟ هذا صحيح. أريد أن أقول نقطة مهمة تخص سياسة الجمهوريين والديمقراطيين الأمريكيين تجاه المنطقة. الديمقراطيون مدرسة ليبرالية، يعني يشجعون على التعاون، أوباما دكترن أو مبدأ أوباما أنه تتعاون السعودية وإيران على اقتسام المنطقة بدلا من التنافس. في اعتقاد الأمريكيين أن الليبرال أكثر، ويعني نيو ليبرال اقتصاد نيو ليبرالي والمؤسسات وتعاون هذا يساعد على حل مشكلات المنطقة. الجمهوريين بالعكس، جورج بوش من ليس معنا فهو ضدنا، سيقسم المنطقة. نعم. وتكون إسرائيل هنا هي السيف الضارب ضد إيران وضد الجميع، ضد العراق وضد الجميع. هذا له انعكاس مهم جدا على الدور الإسرائيلي. في الحقيقة الإدارة الأمريكية تحاول تلجيم الدور الإسرائيلي بحيث لا يضر بمجمل الاستراتيجية الأمريكية، وفي النهاية إسرائيل كان وظيفي ليست فاعلا. نعم. أساسيا. دعني أقول شيئا مهما، السياسة الصينية دائما سياسة متوازنة تعتمد على عدة حلفاء في نفس التوقيت، وهي حريصة على إيران والسعودية والإمارات والعراق ومصر وكل وتركيا وكل الدول الإقليمية المؤثرة وإسرائيل بالمناسبة، وهي تفضل مصلحتها الاقتصادية ربما على بعض الاعتبارات يعني الأخرى المتعلقة بالاستراتيجية إلى آخره. في جملة مهمة قلتها في مقدمتك وأريد أن أؤكد عليها، ربما يكون المسكوت عنه في هذا الاتفاق أهم بكثير من المعلن، وكل شيء يتوقف على سلوك الفاعلين. كيف ستتحرك إيران؟ هل هي رايحة في اتجاه تهدئة فعلا بدليل زيارة علي شمخاني أو لا؟ ماذا ستفعل سلطنة عمان؟ ماذا ستفعل الدول الوسيطة؟ أيضا كيف ستتصرف السعودية وكيف ستلعب في المرحلة المقبلة؟ وأنا أعتقد أنها إلى حد ما تصوب أخطاء المرحلة الماضية اللي كان فيها تصعيد أكثر من اللازم. وما هذه الحلقة إلا للإجابة عن المسكوت عنه في هذا الاتفاق. وهنا أسأل الأستاذ ياسين، يعني مراكز الأبحاث الأمريكية تقول بأن السعودية اشترطت على إيران لإحداث تقارب دبلوماسي أن يحصل تهدئة حقيقية في اليمن. هذا الاتفاق هل يضمن للسعودية تهدئة حقيقية في اليمن؟ وإذا ما هدأ الملف اليمني كيف سيكون طبيعة هذا الهدوء؟ هل ستخرج السعودية من اليمن آمنة مطمئنة مثلا أم ماذا؟ طبعا التهدئة التي حدثت في اليمن منذ إبريل نيسان من العام الماضي
كانت نتيجة الضغط الذي مارسته الإدارة الأمريكية. نعم. وأنتج الهدنة طويلة الأمد، أول هدنة طويلة في تاريخ الحرب اليمنية. نعم. هذه الهدنة حصر الحوثيون حلفاء إيران في اليمن على مزايا عديدة، منها فتح مطار صنعاء، دخول أكبر عدد من سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة، العوائد المالية الكبيرة التي أتت من دخول النفط إلى اليمن، تمكين الحوثيين من التصرف بالوثائق السيادية، جوازات السفر، الوثائق الهوية إلى آخره، مزايا تثبت الحوثيين كسلطة حقيقية على الساحة اليمنية. اليوم أعتقد أن هذا الاتفاق يعني يأتي في ظل تنازلات كثيرة قدمت لحلفاء إيران في اليمن ولن يضيف شيئاً. اليوم السعودية تريد تعهد من إيران بأنها لا تزود الحوثيين بأسلحة عبر عملية التهريب والعملية غير المشروعة. نعم. المسؤولون السعوديون عندما يقولون أن إيران تعهدت بالتوقف عن تزويد الحوثيين مقابل بالأسلحة، مقابل ليس هناك مقابل، لم يتحدث عن مقابل، اكتفوا بالقول أنه هذا سيدفع الحوثيين إلى عقد صفقة مع المملكة العربية السعودية. تعلمون أن هذا الاتفاق يتحدث عن مبدأ أساسي وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية. فهل اليمن بلد ملحق بالسعودية حتى نقول أنه شأن داخلي سعودي؟ المسألة ينبغي أن ينظر إليها بشكل مختلف. اليمن دولة مستقلة، صحيح أن المملكة العربية السعودية تتدخل عسكريا في اليمن لمساعدة السلطة الشرعية، لكن السعودية ذهبت إلى بعد من ذلك، هي اليوم ألغت دور السلطة الشرعية وتصرفت نيابة عنها. فإذا هذا المبدأ يسري على هذه الوضعية في الحقيقة غير طبيعية. لكن حتى لو ثبت بأن إيران حقا ستلتزم بوقف شحنات الأسلحة إلى الحوثيين، هناك من يقول بناء على معرفة العقل السياسي لإيران بأن إيران حتى لو أوقفت هذه الشحنات ستعمل على ضمان مستقبل سياسي ومؤثر وبارز للحوثيين في مستقبل إيران. أتفق معك، هذه بروباغندا، أنا دائما أصف هذه المسألة بأنها بروباغندا الإعلام الطرف السعودي، ترويج طرف مسؤولين سعوديين وأمريكيين. هناك محاولة لإضفاء أهمية كبيرة جدا على هذا الاتفاق وتحويله إلى اتفاق استراتيجي. لكن إيران لا يمكن أن تفرط الحوثيين، إيران لا يمكن أن تتعهد بعمل أصلا هي تنفيه، هي لا تعترف بهذا أبدا، وبإمكانها أن تقول وفقا حتى للعقيدة الشيعية بأنها مع المجتمع الدولي وأنها ضد تصدير الأسلحة إلى الحوثيين. الكذب دين بالنسبة لإيران، فأنا لا أتصور أن إيران ستمنع وصول الأسلحة إلى الإيرانيين. هناك شبكة ومنظومة مرتبطة بإيران تعمل على وصول الأسلحة النوعية إلى الحوثيين، وهذه العملية لن تتوقف أبدا، والسعودية أعتقد أنها يعني تسلي نفسها بهذه القضية. الموضوع هنا يتعلق بصفقة، وهناك من أشار من مراكز الأبحاث الأمريكية إلى أن السعودية تصمم صفقة على الساحة اليمنية. هذه الصفقة وأنا دائما أصفها بأنها ربما قد تكون اتفاق طائف جديد الذي وقعته السعودية واليمن في 1934 وأخذت بموجبه أجزاء واسعة من مناطق كانت محسوبة على اليمن. طيب. اليوم هناك اتفاق ربما يسمح بإنشاء منطقة عازلة، منطقة معزولة السلاح بين اليمن والسعودية، يوافق عليها الحوثيون وتوافق عليها السلطة الشرعية. نعم. لكن هذا الاتفاق تمنح السعودية هذه الميزة الأمنية وتترك اليمن بلدا مقسما ومسيطرا عليه من أطراف عديدة من ضمنهم الحوثيين. فيما يتعلق سيد عبد الحفيظ في مكة المكرمة، فيما يتعلق بالحديث الذي طال كثيرا عن احتمال تقارب سعودي إسرائيلي، هل باتت فرص هذا التقارب أكثر منه بعد هذا الاتفاق عما كان من قبل؟ أم بمعنى بكلمات أخرى أن إيران نجحت في عزل السعودية عن احتمال يعني كان يتحدث عنه التقارب مع إسرائيل؟ لا، المملكة العربية السعودية من قبل الاتفاق أوضحت بأنه أي تطبيع مع إسرائيل إلا بعد تطبيق المبادرة العربية. أنا أعتقد أنه هذا الاتفاق حقق ماذا؟ حقق أنه هناك اجتماع خماسي في شرم الشيخ للحصول على ضمانات أمريكية تنفذ مخرجات اجتماع الاتفاق العقبة. لأن الحقيقة حتى نلاحظ حتى نتنياهو في أثناء زيارته وجد هناك برود من إيطاليا، بل لم يزر ألمانيا. الحقيقة هناك يعني أنا أعتقد الآن المملكة العربية السعودية رفضت إعطاء فيز لوفد دبلوماسي صهيوني لزيارة العلا، حتى أن إسرائيل أعلنت عن خيبة أملها فقط ولم تعلن عن يعني غضبها. كذلك الإمارات أوقفت اتفاق صفقة أسلحة دفاعية. نعم. دفاع جوي. أيضا زيارة نتنياهو إلى الإمارات تم إيقافها.
حقيقة هناك في متغيرات. الخاسر الأكبر بالمنطقة هي إسرائيل إذا لم تصحح سلوكها مع الفلسطينيين. وضحت الفكرة، أشكرك. يعني أدركنا الوقت، 10 ثواني تفضل، تريد أن تعلق؟ لن ينتهي الصراع السعودي الإيراني، فقط يتحول وجهة هذا الصراع، وأيضا لن يحدث تطبيع رسمي بين السعودية وإسرائيل، لأنه هناك مستويات من التطبيع الاستراتيجي أكثر أهمية بكثير من التطبيع الرسمي. يعني الموضوع الدبلوماسي ليس مهما في سياق السعودية وإسرائيل، لأنه الأكثر أهمية هو التعاون الاقتصادي والأمني والاستخباري اللي موجود منذ زمن بعيد، واللي دلالته هي المبادرة العربية للسلام. أشكرك شكرا جزيلا. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر ضيوفي في الاستوديو أمجد جبريل الباحث في الشؤون العربية والإقليمية، وكذلك ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، وعبر الهاتف من مكة المكرمة عبد الحفيظ عبد الرحيم أستاذ الجغرافيا السياسية. شكر لحضراتكم على طيب المتابعة، في حراسة الله.